صباح الخير، صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين. كديري لاباس عليكم؟ بخير. اليوم فيديو جديد وفلوق جديد، نتمنى ان الاعجاب ديالكم عجلي من دوك كتشوفوا هاد الزعزعات الارضيه واللي تخب لي مونتير. عارفوا واش واحد راجع عندي هو اللي صايق. المهم اليوم داير هاد الزيف، عندي الشعير ديالي مسخ خاصو الغسيل، اللي دا ما غسلتوش قلت خليه حتى ندير ليه الزيوت عاد نغسلو، ما نبقاش نغسل فيه حيت بقاو الغسيل ما مزيانش الشعر، وخصوصا انا الشعر ديالي حيت انا عارفه كيفاش داير. المهم داير ليه غير الزيف هكا، ما عين الزيف هكا في هاد السيت كتعرفوا هكا، كتشوفوني مره دايره. درت شويه ديال فاغاجو غوجا غلوس ديال يانا نوان، زوين عندهم الجلوسات البنات، كيكونوا ناشفين ورائعين، ما كيبانوش كاع، كيبان الفم غوز ولكن كيبان ناشف. وبالنسبه لواحد الاخت قالت لي حياه واش درتي التطواج ما بقاش كيبان فيك؟ التطواج راه كيبان غير طبيعي، الا فقتي في الصباح كيبان فيك الفم ديال الغوز وصافي، هادشي هو، ماشي حاجه اخرى، ما زعما ما كيبانش فاش كتخرج، كيبان طبيعي فم غوز طبيعي. المهم اليوم غادي للسوق، غادي نوريكم، غادي ناخذ شي مسيلات وغادي نشوف واحد صاحبتي، وميم طون غادي باش غنوريكم السيد اللي كيبيع لو سوتيان اللي سولتوني اليوم ديال السبور، غادي نوريكم فين كاين. دابا جيت البنات غادي نقاد واحد لاكارت فيزيت ديال داكشي. المهم راه ديجا قلت لكم الناس اللي متبعيني في الانستغرام غيفهموا القصه كلها. المهم قريب ان شاء الله، بقى واحد الشهر تقريبا هكا صافي. المهم غادي نمشي ندير نقاد واحد لاكارت فيزيت، ها نتوما معانا ندوزو نهار مجموعين. واش كنت غادي نقول لكم كاع ونسيت تفو درت ليا التليفون، هاد التليفون اللي كنصور لكم دابا ضرب واحد الضربه، قالت نقاد قالت لي كنلبس البادري ديالي في الدار حدا الدار ودايراه في الصاك ويزلق من الصاك. وهاد التليفون داك دوك اللي كيكون لهم الزاج من اللور ومن القدامنا اللي تشقق واحد التشقيقه، يعني هو باش كنصور، هو باش كنفيلمي، هو باش كندير المونتاج، يعني لا بقى فيا الحال. واش بعت عليه سبان حيت راجلي واخدو غير مع الفور سي سا تي لا بري افيك لابونمون، واخدو غير من لابونمون، شوف راه طالع ليه الدم. برافو جدير جوستمون، برافو طلع ليه الدم، قال لي ضيعتي، قال لي التليفون مازال ما خلصتو، باقي كندير فيه، باقي كنخلص فيه من الشهر لشهر وانت هرستي، باقي كيخلص ليا فيه والله العظيم الا باقي كون يغس كون يدور التليفون ابيي. مي جي كومونسي سافي كو 3 موا ما تفرقش، يلاه 3 شهور هادي باش شريته، حق الله باقي لي 2 موا فوالا، باقي لي عام عام باقي لي عام وسبع شهور باش نخلص التليفون حيت ابونمون. بون التليفون كيف كاسي سي بيان كو مام، والتليفون تهرس شقشق، يعني يقدر يدوز لي هذا الفيديو ما يدوز لي الفيديوهات الاخرين حيت تشقق كله تشقق. مرت دابا هو راه محيح عليا، راه كان محيح عليا، شافني هز التليفون هو يسكت، راه كاين دار ليا حيحه، قال لي فوالا انتيا هرستي التليفون، باقي كاع ما سليتش في الخلاص انتيا هرستيه ليا، وانا هرست شققته عا باقي كيصور، ما عرفتش باقي كيصور، مسكين راه تشقق من القدام ومن اللور، والله الا تشقق كله، طاح واحد الطيحه طاح فوق الزليج، طاح واحد الطيحه ما نعاودش لكم، بقى فيا الغدايد مغدغدا، دابا انا مغدغدا مغدغدا عظيم انتي تاع غدغدا. لو بيير سي كو جو باي بوغ ان تليفون كو جوتيليز ميم با اللي كاسي. دابا حنا هادي الثانيه، دابا كنخلصوا التليفون تهرس صافي، تهرس التليفون غير تلحفز بالحال، حتى التليفونات الا تهرس وما تقدريش تقديو، ما التليفونات اللي خرجوا دابا الا تهرس غادي تصاوبيه اكثر باش غادي تشريه، الا غنصاوبو غنصاوبو ب 40000 ريال، يعني من الاحسن ما نصاوبوش كاع. واللي باقي فينا كنخلصوه هو انني كنخلص الرينغ، عقلت نهار تسرقت ياك، شريت واحد الرينغ، داك الرينغ هكا كبير ديال الضو ديال باش كنصور، وصدق مسروق ليا ولحد الان باقي كنخلص فيه حيت خديته من امازون، خديته كريدي، وكان زعما خديته كنخلصو اون بليزيغ فوا، كلشي الناس اكيد كلشي باقي كلشي، دابا مابقاش شي واحد كيخلص شي حاجه نيشان، ولاتي كتخلصي دابا اون بليزيغ فوا، كتخلصي على داكشي ديال المرات. ايوا وصدق حتى الرينغ كنخلصو، باقي الرينغ وكنزيد عندنا التليفون، ايوا العقوبه شي حاجه اخرى، شكون اللي واقع عليها بحال ولا غير انايا، راه فيها بوه الريس، سوا تسرق سوا تهرس، سوا تسرق سوا تهرس، نحس صافي نحس ولو رينغ العظيم الا باقي كنخلصوهم دابا بجوج زيت. يلا هاد التليفون غير بغى يصبر معايا، زعما الا فيه الا كان ولد الناس، الا كان ولد الناس ومشري بسميتو راه غيصبر معايا، ما كانش ولد الناس ولد الحرام وزايد فشي زريبه، راه
ما غاديش يصبر معايا وما تسمحت لك ودات التليفون زعما ما صبرتيش معايا ما تسمحت لك صبر معايا انا مزوقه بك الله يرحم لك الوالدين يرحم لك ميمتك انا ما تصبر معايا ما نبقاش نقدر نصور الا ما لا 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 لا. الا ما الا خسر يا تليفون يا الله الفقصه المهم ما تدوش عليا راه غير قوسه وصافي المهم ندوز هاد النهار نحيد الفقصه علينا وصافي اش غنديروا يلا يعطيك الخير انت لا 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 يجيب لك شكرا المهم بنات صافي يا ياسر بنات نقدم لكم قدمي قدمي راسك السلام عليكم معكم دنيا سيري دنيا باطمة دنيا باطمة لا كتجي فيها لا لا علاقة انا يا ماما لا حفظك المهم بنات معكم دنيا انا من اكادير وساكنة في فنلندا وهذه اول مره كنتلاقى مع حياه ديما كنهضروا في التليفون ديما كنهضروا في انستغرام واتساب ولكن عمرنا تلاقينا عمرني ما تلاقيت بها بصح ومرحبا بك بعدا كنتي صراحه صافي بليزير انا ميشتا اون ديريكت راح نبقى اكثر من لي فيديو لا غير شويه وكان حتى الفيديو راه كنجمع راسي كنجمع راسك شويه فوالا كندير عقلي فوالا تبارك الله عليها وبون كونتينياسيون في لاشين ديال ومرحبا بكم حتى انا عندي في لاشين هي راه عندها مزيان فقيتيني قناه في اليوتيوب مرحبا بكم يلاه بديت هذه مرحبا بكم والله سيروا شوفوا القناه ديالها غنحط لكم في صندوق الوصف تحتها في صندوق الوصف المهم البنات مرحبا بكم عندي في القناه راه غادي تحط لكم حياه في صندوق الوصف حتى انا كندير غير ديفلوب هكذا و فنلندا فوالا عندهم الثلج عندنا حنا الثلج قرب يقرب قرب الثلج سينو عندي البنات بوتيك هنايا في السوق فمرحبا بكم اللي في السوق الحد مرحبا بها حتى هو غادي تحط لكم تحط لكم الانستغرام ديالو في صندوق الوصف شحال الرقم ديال البوتيك 832 البنات المهم كيبيعوا حويجات سيكونس بابا فوالا كاين ها لاباج ديالنا اوكي داكور دونك مرحبا بكم ما تشوفوش عيط تحب لكم الفم ديالها راه كيبان زويون في الحقيقه بصح في الصراحه في لا فيديو كيبان بيض بزاف ولكن اون رياليتي راه تيبان غير بيض شويه تقريبا راه بحال بحال ولكن انا طبيعي اختي طبيعي احسن ايه دونك مرحبا بكم والله زويونه البنات سنيناتها ما كنتش عارفه بلي سنيناتها كيبانوا حيت كنتفرجوا في الفيديوهات كيبانوا شويه اللي بيضين بيضين كيبانوا بحال مركب الفم ولكن في الحقيقه فاش شفتهم كيبانوا عادي كيبانوا زويونين سي فري شحال واحد تيقولها ليا والله كيبانوا زويونين ولكن راه واحد الفيديو على الهوليود سمايل هي تعرفي علاش واقيلا حد درهم لك لي فينيشان سي بوسيبل والله الا دازها لك داير النيشان تحت لا لتحت دايزين شنو يسال ولكن الفوق داير النيشان راه الفوق هو اللي معيق راه ماشي لتحت هي بصح راهم اللي كيشوف عليه يدير الديكالاج راه هو قال لها رجعي اي موديفيكاسيون حيت كيكون كتكون واحد لا غارونتي اي هو قول لي هادو باغ اكزومبل هادو يطلعهم شويه هادو وهذا يخليهم كيهكاك يقدر ما يبانش يقدر ما يبانش لا ديفيرونس راه ملي راه كيبانوا زوينين سنيناتها البنات غادي نشوف انا مع داك الطبيب اللي سابق عنده باش انا نمشي نقاد الراجل اللي سنيناته ماشي قاد سنيناته ماشي نقاد ليها نقاد ليها انايا هو اللي غيقاد انا شفت انايا فين ندير ان شاء الله ايوا المهم دونك اللي بغى شي سؤال على الهوليود سمايل راه كاين حطيت واحد لا فيديو راه فيها كلشي لي ديتاي زعما لو بري يعني بشحال تقام كلشي كاين في ديك لا فيديو اوكي يلا يلا مرحبا بكم تمام وها السوق ها سوق الحجينو حدينا السوق يلا سير منى نور سير 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 يلا سير 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 هو دخل جاي بغى يشتري الحويجات بغى يشري ليه شي حويجات بابا
المهم جينا للسوق قلت لكم نبقى نعاود لكم كل ساعه جينا للسوق باب الضراء صافي نشوف نشوف شي سري ولا تو سيرفيت بحال هكا اه هادو هكا شرا ماشي الفري البنات شرا مزور ولكن المهم الفري راه بزاف علينا اصلا البنطلون البنطلون المهم سينا للسوق وهنايا جيت البنات مشيت مشيت عند هادوك شنو اسمهم يسابيل كومور جو كريك لو نيتي لو مننا والله دوك اللي كيديروا دوك المدربات دوك شي دول يدور واقيلا اللي سميتهم مشيت كوموندت معندهم شي ماطلا ديال ديال الناموسيه لا شومبر ديالنا في هواره وباش نشوف الكاليتي ديالهم واش زوينه ومن بعد باش نكوموندي المدربه بقات لي واحد المدربه ديال البيت ديال الايد حتى هي باش نكومونديها لي المدربات المهم الا ما كاينين البيبان بعدا كاين المدربات مابقاش منعسه المهم وصافي دابا جيت ناخذ تقريبا مشيت خديت الدون بارطاجي معكم فين خديت خديت داكشي اللي خاصني في السوق ودابا دايزة هنايا المسيو البريك وما نشوف شي حاجة لا خاصني لا كاينة شي حاجة المهم الخدمة وداكشي راكم عارفين زعما راني ما نعاودش ليكم انا وهذا عندي وتعوقنا تعوقنا ولينا معوقين كتمشاو بحيلا نازلين من الدروج بحال غيقتلونا والله العظيم وصلت تصافي انا بعدا مابقيتش قدرت نتمشى رجلاتي تعوجوا ليا بغيت كنمشي بحال شي وحده حامله قربت تولد والله العظيم كون حملت ولدت ما نديرش هاد الحاله كاع هادي انا دابا تشوفوا تكون تشوفوا ستون جي وحده تلاقات معايا بعد هاد الايام تشوفني كنتمشى ماشي نورمال غتعذرني راه ماشي انا راه سميتو الرياضه دات لي هاد الحاله مع الايامات الاولين ديال الرياضه كتعوقي بزاف ما تقدريش باقي تمشاي نوريكم هاد التريكو كنت خديته من عند واحد السيد كومونديته من عنده في الانستغرام ماشي كولابوراسيون ولا كومونديته من عنده ولكن في الحقيقه الكاليتي شويه ديالو ماشي حتى اللي هي شرو من السوق احسن ليكم كنت كومونديته من عنده بشي 100 ما عرفتش كم يا دابا اشتي سا شحال شحال شريت هذا كم يا جالي اشتي هذا شي 220 درهم ولكن ما عجبتنيش الكاليتي ديالو البنات عيانه شفتها اللور كحل واش كيبان لكم لا اللور كحل ولكن الكاليتي ديالو شويه عيانه ما زويناش شفتوها ما عجبنيش بزاف كنت كومونديتو في الابيض واش انا اللي غلطت لا هو اللي غلطت ما عرفتش وصافي جابوا لي في الكحل خديته ولكن الكاليتي شويه عيانه ماشي حتى اللي هي كومونديت واحد يا واحد الراجل ولكن الكاليتي زيرو ولا ما تاخذوه هادو كتشوفوهم بحال هكا تلقاوهم غير في السوق راه موجودين في السوق بلا ما تكومونديهم كاع بار باغسي تخاو عليكم رخص في السوق المهم بنات انا على دخلت غنبارطاجي معكم والله العظيم الا لا سبحان الله غنبارطاجي معكم شي حويجات المهم هذا غنوري معكم بعدا الكادو اللي عطاتني عطاتني الصديقه ديالي عطاتني هذا السويك كتبت مع هذا السويك زوين عجبني الديكور ديالو رائع رائع صغير انا ما عنديش هذا السيت ديال السيكان حيت ما كيعجبنيش بزاف اصلا السيت ديال السيكان كيجيني بيزا نزل الكاميرا شويه حيت هذا السيت ديال السيكان شويه كيجيني بيزا ولكن هذا غادي نجربه نشوف كيفاش غادي يجيني شفتو عنده جوج ديال لا 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 عنده جوج ديال السلسلات كاينه هاد السلسله اللي غتركبي هذا ديري هاد السلطه هكا وكاينه هاد السميطه هكا مزوقه على حسب اللي عجبتني انا المزوقه زوين هكا بالجلد شو هكا من الداخل دا من الداون واش كيسمو وعطاتني الوالدة ديالها كتبيع هذا قالت لي كتبيع هاد الشامبوان بالبصلة او توما شفتو هذا كتبيعو قالت لي بالماسك ديالو قالت لي راه كيخلف بحال دابا الا عندك الخلفة هنايا الخلفة هنا ما كتكبرش قالت لي كيكبر ورات لي نيت بنتها شتها شتها وراتني الخلفه اللي كبرت ليها قالت لكم كيدير 130 درهم بجوجهم الماسك مع الشامبوان ديالو كي قالك كيخلف الشعر انا غادي نجرب نبقى نغسل به ونشوف واش غيعطيني شي ريزلتا ولا والو ياك زوين هذا بالبصله وانتوما معروف البصله وانتوما معروف عليهم غير كيكبروا الشعر وكيطولوه كي زعما داك الشعر اللي طايح كيعاودوا يخلفوه وي ما باقي خضراء خدي شويه ديال الفلفله خيزو شويه بصله خديت هنا خديت هنا هادي ضحكو عليا والله العظيم هنا شوفو ها خديت هاد الشو دو شو دو باغي ولا شو دو معرفتش هاد الشو واش كيسموهم انا راه عمري معرفتش هاد لي شو غاليين كيكا
كان كنعرف واحد السيد كان خدام فلاح كان كيجيبهم لينا ما كنتش كناكلهم كاع ما كيعجبونيش ودابا حيت بليت بغيت ناكلهم زعما هما ما فيهمش شي بنانيت مي لقيتهم غالي ايماجينو معايا شحال الثمن ديالهم 30 درهم للكيلو تصدمت انا فاش لقيتهم 30 درهم للكيلو خديت منهم غير شويه خديتهم منهم غير شويه سميتو ندوقوهم وصافي خديت هادو خديت البطاطا مع البطاطا بزاف في الريجيم ديالنا كنستعملو بزاف البطاطا حيت هي كتشبع وما فيهاش بزاف السعرات الحراريه المهم هادي خديت منها ثلاثه البطاطا خديت خضار رجلي واحد الترول هكا عرفتوه نعاودش لكم تعوقت وما قدرتش باقي لا نتمشى لا نجلس لا ندير شي واحد كيتمشى مسكين وما عاجبو وما ما قادش والله العظيم انا المهم هنايا راجلي خدا هاد السرول خدا تريكو سرول هكا ستيل ديال اديداس حيت كانوا خاصينو سيلا كازا وما عقلتش باقي شحال خدا في السوق راكم عارفين انت حيد انت حيد راه ما خصكش تبقى تبان في دابا هذا الفيديو غادي نوريكم هو غير هذا نهز شوف هذا هاد البول هكا اديداس بلا سميتو بالكابيشون ديالو كيسمو خديت لافوكا خديت لافوكا ب 20 درهم لا لافوكا الاخرى ديال المغرب اللي ب 20 درهم الاخرى دايره 35 درهم واقيلا خديت هذا الكاكي كاكي انا كيحمق لي شحال سميت هذا الكاكي كنحمق انا على الكاكي كنحمق عليه عرفتي فاش كتكون الوقيته ديالو ولا كيكون ديال برا خصوصا ديال فاش كنمشي برا فاش كناكلو بزاف حيت كيكون بنين احسن من هذا حيت ديالنا ديال المغرب كيدير شويه بحال البلح كيخلي الفم ديالك ناشف وكينشفو كيمرض المهم فاش كنمشي برا كناكلو بزاف خصوصا الا كانت لا بيريود ديال فشحال كناكل ديال لي كنبقى ناكل كنسطع عليه ما قال المهم هنا راكم عارفين شويه تاع اللوز شويه تاع القرقاع شويه تاع هنا خاصني العطريه خديت العطريه طحنتها عند طحنها ليا السيد كناخذ العطريه كطحنها ليا بشويه بشويه انا ما زربانات ما كناخذش الكونتيتي كثير نبقى نعمر عندي كناخذها بشويه بشويه تعطيك مليون عن شي بلاصه قلت لكم خديت اللوز خديت القرقاع وخديت التمر ودا كنعقلين في عيني خديت الزبيب غادي نقول لكم واحد الفكره ما كنتش عارفاها لا ما كنت عارفه حتى قال لي السيد كنخلي لكم واش هادي ولا الاخر شوفوا كان كيتسحب ليا واش الزبيب الكحل الزبيب الابيض بحال بحال في زعما داكشي اللي فيهم بحال بحال حتى قال لي السيد قال لي راه الزبيب الابيض راه كيكونوا فيه المواد حافظه قال لي كيديروا فيه المواد حافظه باش يبقى دائما ابيض قال لي ولكن الزبيب الكحل ما كيديروا فيه ولا كيكون طبيعي يعني كيكون عنب طبيعي وكينشفوه ولكن الابيض كيكونوا فيه المواد حافظه لذا انا عزيز عليهم داك النوع اللي كنشري الزبيب الابيض ما كنشريش داك الكحل ودابا حيت قال لي كيكون خديت الكحل عاد كناخذ البيض صافي نعطي البيض باتساع انا ما كنتش عارفه قال لي عندك الزبيب بيض وعندك المشماش داك اللي كطيبو في الطاجين عرفتي المشماش قال لك عندك هو باش كيبقاو صفرين كيديروا المواد الحافظه وانا ما كنتش فراسي كيدير بيض نهائيا واش كنت فراسي نهائيا كاع حاجه اللي مرات حتى قالها لي السيد زعما صدمني فاش قالها لي انا صافي خديت غير ها خديت هاد الكورجيطه هادي كورجيت غادي نوريكم هاد الكورجيطه البنات قاد دابا واحد الحلوه بلا زبده بلا سكر بالنسبه للناس اللي دايرين الريجيم وبغاو ياكلوا الحلوه شي حاجه زوينه بلا زبده هادي غادي نوريكم داكشي خديتها كاع باش ندير لكم بها ان شاء الله نقدر في الفيديو ديال غدا نوريكم كيفاش الا ساليت و الا قنعت غادي نوريكم كل خديت الفكوس انا كنحمق على شحال كنت الفكوس كيعجبنيش بزاف الخيار ديال الفكوس ولكن الفكوس ما كيكونش ديما ماشي بحال الخيار صافي ما طيشها انا خديت ديتها الخضره وصافي راكم عارفين المهم صافي هادشي هو دابا حنا جالسين مع دريس دابا حنا جالسين مع دريس ومريم قالت ليه سلم عليهم ياك باش ما يتقلدش هو يقول لي دابا حيت كيفاش غادي ندير تنصرح له انا سلم قالت لك مريم سلم لا ما باش ما يبقاش عليا التقليد فاش غادي نقول ليه دابا باش ما يتقلدش pour ne pas être imité l'imitation باش ما يبقاش عليا التقليد بغينا نصرحوا لي ديك الكلمه باش ما يبقاش عليا التقليد ما عرفناش نقولوا باش ما يبقاش عليا التقليد هذه الا دي مريم il te passe bonjour comme ça il reste pas en lui c'est pas et te reste le bonjour te reste pas coulé كاين شي امثال تقولوا تقولوا السلام عليكم
te dois un salut. Oh ouais. Pardonnez rien. المغرب يقول لك واش ترجمين بالفرنسي كيفاش كاين اللي دير الترجمه بالفرنسي جامي وابدا واش ترجمين بالفرنسي بابا ايتر ان كلوب مي مي كاجم ايميتي الكلوب كلوب جو بابا رسومبل لي زون ايميتي ايميتي ايوا بابا ايميتي قلد فيها دابا داك الدوايا غتصبحوا شي واحد شي كلمات بالعربيه كيفاش كتصبحوا بالعربيه للفرنسي انا ما فهمتش انا راه التراديكسيون ديال العربيه للفرنسي لا علاقه له نهائيا ما تعرفاش تقولي شي جمله اشنو اشنو شي حاجه اخرى دري شي حاجه اخرى قول يا قول لي دير خير ما يترابس سير يلا تخدمينا دير خير ما يترابس خصني ندير شي فيديو على هذا بحال دابا الامثال العربيه تراديوهم الامثال العربيه تراديوهم بالفرنسي يلا ادري دير معايا شي فيديو بحال هكا دي بيان بور نو با ايتر مالاد انا نقول لك انا دير معايا شي فيديو بحال هكا نقول امثال بالعربيه تراديوهم بالفرنسي غير ما يترابس الباس هو المرض ne fais pas du bien pour ne pas être malade. Quand tu travailles de bonne heure, c'est comme si tu achètes de l'or. Non, c'est pas comme ça. Comme si tu reçois de l'or. Pas quand tu achètes de l'or. Oui, il est un peu plus grave, je n'ai pas de l'or. Non, comme de l'or acheté. Comme tu as déjà de l'or dans les poches. Oui, c'est ce qu'il a dit. C'est comme si tu avais de l'or, c'est ça ce qu'il a dit. C'est comme si tu avais de l'or. C'est des traductions, mais. C'est ça le mec de ce de traduction. Ah, faut traduire, ouais. Alors, viens, on cache de l'or, y'a salam. J'ai dit, mais il y a des vidéos. انت ما تبانش انت عطرادويني مع شافوني عند شافوني في البروفيل ديال مريم شافوني في النص ديالك النص لا شي حدين قال لك سيدي راه شفنا قريت التعاليق قريت ما تردع قال لك سيدي وراه شفنا راه شفناه مع مريم في البروفيل ما تيستاهلش مليون دولار وانا عندك سيدي انا سيدي كنقول لهم انا راسي اييه تا جوج كاع في نوع المشكل جوج دالمليار قول لهم مريم كتشوفني انا كنستاهل 10 دالمليار 10 دالمليار سيبهم كاع لا لا اش بالك ادريس دير معايا شي فيديو ما تبانش نتايا انت سيدي باين لك على رجليك على تحت دائما ديالك صافي صافي ديك عاد كيما العاده وصافي يلا سير اش قلنا نديرو هادشي نديرو هذا تقدر نقولو الكلمات نتراديوهم الالا خصنا نقلبو عليهم شي شي خاصك تقلب عليهم تكتبهم واش تلقاو ساهلين داكشي لما تقلب عليهم لو بعمل كذا ديما قبل هاد الدرجه سير عيش نهار اسمع اخبار فيفان جور طنطان طنطان نو نو طنطان لي زانفو طنطان انا لي زانفو في ان جور في ان جور دو بلوس طنطان ان انفو دو بلوس داكور واو سي امبرسيونون واو Ce soir, je vais dormir intelligent. Demain, on aura des enfants. Je te jure, il y a des trucs comme ça, il faut vraiment le voir. Il y a des trucs comme oui, ça. Oui, la traduction, c'est même. Traduction, jamais traduction. Je ne sais pas ce qu'il fait. Tiens, attends. Quoi? Il y a une serre de courir, il faut partir. Ça veut dire quoi? Attends, ça veut dire... C'est pas la peine de courir, il faut partir au bon moment. Non, non. On a quelques cookies. وعندك وعندكم هاد الشمعه ما كتساليش دائما تعلون تفوهم تعلون تساليش راه ليه تقدوها بحال الشمعه راه شمعه لي وي لا فعلا ويما شعل الضو يما كتخلصيه معانا يا هادي ما تعرفي تقول تخلص هاد ما هاد ما تخلصش الضو ما تخلص الضو ما شنو غدير لينا في هاد الدار الطفيله نقعدوا جالسين الطفيله الضو انت خلي فور الغوفرنمون اي خدامه مع الدوله لا خدام عند الدوله ماني celle qui dirige l'électricité du pays elle distribue ايوا كيفاش واحد جاب فاطمه هكا مشاو انت غدير لي الفيديو
يعني بدي تفسر تمام ما تعرفه ما شيء 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 شي مثال ضربوا به مثال بس يصرحوا الأمر بفرنسي شيء أمثلة ما أنا يدليك أنا أصلاً ما كان عارفش نهضر نور معلمو أنا ما كان عارفش نهضر ممكن هاد الشيء ديال الأمثلة وهالشيء زي ما كان عارفش الشيء ديال المعيار الأمثلة وهالشيء من نهار تزوج بهذا الراجل ما كان هضرش مع الناس ما كان تمشي مع بزاف مع الناس اللي كيهضر مع زمان ديك الهضره الشعبيه ديك الهضره الشعبيه ما كنعرفش ليها ما عرفتش شي حاجه منها بحال دابا هاد الامثله وهاد الشيء ما لقاهمش لك ونهار كاع تلميت مع هذا صافي هو يهضر معايا بالفرنسي تكلخ واحد التكليخه ديال العربيه ما كايناش مابقيتش نعرف الامثله مابقيتش نعرف ندير النكته ولا المجمعات كتسمعي الناس والو نسمعهم يقولوا واش كنت انا يجني على عقلي ما كاينش حيت ما واش واحد واش واحد ما عرف منين تا بقاش كيهضر ولا كيهضر على الفرنسي 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 بقاش كيهضر كاع الامثله ما كيجمعش بالامثله نجمع على الفرنسي والو والو كاين شي ناس زعما عندهم زعما داك كيعرفوا يهضروا لا كيعرفوا يهضروا يهضروا زعما ديك المغربيه القحانه مشات ليا مسكينه ديك معي القحانه نتفاهم معاك انا وياك وصافي صح بارك بارك بارك.